الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى طلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. شوط ينتهي وشوط يبدأ، ها نحن وإياكم بانطلاقة الشوط السادس عشر والمخصص لفئة الإبكار اللي جاية مسافة 5 كيلومترات، جائزة نقدية قيمة للحاصل على المركز الأول وتسعيرة هجن شحانية. ننطلق بحضراتكم الكريمة عبر القنوات الناقلة يا من تتابعون عبر الأحداث الحية والمباشرة مع انطلاقة شوط الختام وهو الشوط السادس عشر فئة الإبكار. بداية وإياكم نسير بحضراتكم نحو الانطلاق الأول، نحو البداية والمركز الأول هي النايفة، محسن بن مبخوت بن غانم بن راشد المنهالي من يتقدم على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني نوايد ومحمد بن محمد بن سعيد النابت، مع المركز الثاني يقدم لنا نوايد وياتي لان. المركز الثالث هي القادمة والحاضرة الشحانية، محمد بن مبارك بن مسهر الشهواني مع المركز الثالث. النقلة نقلة المركز الرابع، الحضور من قبل شوامة علي بن محمد بن عبد الله الزعبي مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس هنالك ندى وعلي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي يتواجد مع انطلاقة ندى مع المركز الخامس. هكذا أتممنا على حضراتكم انطلاقة الخمس المراكز المتقدمة اندفاعة الشعارات الحاضرة في شوط الختام. من خلال هذه الانطلاقات تتواجد شعارات قوية، تنطلق أسماء مميزة ورائعة تقدم لنا نوعيات وأصالة وتراث وتحدي قوي في هذا المجال وفي هذا العالم، عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. نعود وإياكم إلى المجريات، نعود إلى الصدارة ونتابع البداية. هي البداية والمقدمة مع نوايد محمد بن محمد بن سعيد النابت يتواجد على البداية ويتقدم على المركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني، حيث الانطلاقة من قبل النايفة، محسن بن مبخوت بن غانم بن راشد المنهالي يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن ندى وعلي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي يتقدم على المركز الثالث. راعي شوامة يتواجد، شعار قوي واسم خطير، وكذلك شوامة هي أخطر من كل ذلك. القادم والواصل علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي يتواجد شعار الزعبي من خلال تقديم شوامة مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس هنالك الحضور من قبل الشحانية، محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني مع المركز الخامس. الأسماء اقتربت والشعارات وصلت في هذا النداء الذي يجمع الأصالة، في هذا النداء الذي يجمع العمالقة بهذا الحضور المتميز والرائع. 5 كيلومترات مسافة جدا كبيرة انقضت وما تبقى إلا شيئا بسيط يا راعي ندى. ندى إذا على البداية على المركز الأول تتقدم، هنالك تقود هذه المسيرة بالبداية وبالصدارة الأولى. نتابع وإياكم شوامة القادمة على المركز الثاني، ملك علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي يقدم لنا ندى على المركز الثاني. المركز الثالث هي النايفة، محسن بن مبخوت بن غانم بن راشد المنهالي. المركز الرابع وصل بن دحرو جلان مع انطلاقة مسرة مطر بن محمد بن دحروج العامري مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس ثمينة القادمة، الواصلة ثمينة علي بن محمد بن علي الفهيدة المري مع المركز الخامس. شعار بالرملي يتقدم وبن جبران شعار العطية والشهواني قادمين في هذه الانطلاقة، قادمين في هذا الحضور المتميز. اذا مشاهدين الاعزاء وبالذات راعي ندى 1200
1200 يا راعي ندى وصلت الآن وتقدمت في هذه الأثناء نايفة شوامة هي الحاضرة شعار العطية يتقدم الأسماء تصل الآن الأسماء القوية تقترب بن جبران غير إلى البداية بن جبران يا فنان بن جبران يا فنان روح روح إلى الانتصار إلى الإبداع المميز والعطية على المركز الثاني يقدم لنا كحل خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية كحل عينك يا مشاهد مع انطلاقة كحل على البداية كحل على المركز الأول وندى على المركز الثاني بن جبران يقدم لنا مستوياته مع المركز الثالث ولكن روح روح يا راعي كحل مع الانتصار مع الأداء المميز والجميل بانطلاقة خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على البداية كحل بالانتصارات كحل بالانطلاقات المميزة الله يا بن سعيدان وصل بن سعيدان مع المركز الثاني الامتار الاخيرة الامتار القوية ولكن خلاص انهت الامور كحل انطلقت بالمركز الاول تواصلت بهذا الحضور خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية من قدم لنا انتصار كحل بالصدارة وبالبداية الاولى المركز الثاني حضرت خيفة محمد بن سعيدان بن فواز العتيبي المركز الثالث كان الحضور من قبل انطلاقة مزون حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة المركز الرابع كانت انطلاقة وهل جابر بن سالم بن جابر بن جبران المركز الخامس كان الحضور من قبل اختيار حمد بن جر الله بن علي بن حسين البريدي مع المركز الخامس نعود وياكم الى ملخص هذه الإعادة وفي الإعادة إفادة وتابعوا كحل حضرت هنالك بهذه الانطلاقة استنتجت هذا الحضور المميز بانطلاقة خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية تهانينا والف مبروك 7 دقائق 42 ثانية 72 جزء من الثانية توقيت كحل الحاصلة على المركز الأول الحاصلة على المركز الثاني فهي حضرت وانتصرت وقدمت أداء رائع ومميز مخيفة بشعار محمد بن سعيدان بن فواز العتيبي توقيتها الزمني 7 دقائق 45 ثانية 17 جزء من الثانية تهانينا وألف مبروك لمالك مخيفة حضرت مزون على المركز الثالث حمد بن عبد الله بن علي بن حمد بوهليبة بتوقيت وقدره 7 دقائق 45 ثانية 78 جزء من الثانية تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار المميز والجميل مشاهدينا الافاضل متابعينا الاعزاء وصلنا واياكم الى ختام هذه الفترة المسائية تابعنا هذه الانطلاقات اول الاشواط واقوى الاشواط حضرت مزاحة بشعار فاران بن عتيق بن محمد البريدي تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار يا ابو عتيق اول الاشواط لفئة القعدان المفتوح وهنالك مهدي بشعار سيف بن عتيق بن محمد بن عبد الله العميمي حضر ايضا بافضل توقيت زمني في هذه الفترة المسائية بتوقيت وقدره 7 دقائق 29 ثانية 36 جزء من الثانية هكذا كان افضل توقيت في هذه الفترة تهانينا والف مبروك على هذا الفوز والانتصار تهانينا والناموس لجميع الفائزين وحظ اوفر لمن لم يحالف الحظ في الايام القادمة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.